Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture diction. Les mots jouent d'Afsha 73. Le titre, le texte, les casques verts. Les casques verts. Voilà. Eh bien, Blati, c'est même bien. Had poème Hada, ou had dars nefso. بجميع الأسئلة ديالو كان ديجا موجود في الكتاب ديال الطبعة القديمة. أنا دابا غادي نحط لكم نفس الفيديو واللي غتلقاو فيه جميع هاد لي كيستيون اللي كاينين في هاد الطبعة الجديدة. سون تيتر لا مارش دي كاسك فيغ، عندنا تيتر مرة أخرى هنا لي كاسك فيغ. سو تيكست ا ايتي ايكري ا لوكازيون دو لا كوب 22 ا مراكش. يعني هذا التكست كان تكتب بمناسبه القمه العالميه للمناخ في الدوره ديال 22 اللي كانت قام في مراكش. تري بيان، الوغ كومونسون با ريبوندر ا سيت روبريك او كيستيون دو سيت روبريك لا جونريشي مون ليكسيك. عندنا هنايا جو كومبليت بار لي مو اون كولور دو تكست. كاين هنا بعض الجمل ولكن خصنا نكملوا هنايا بهاد ثلاثه ديال لي زيكسبرسيون اللي مكتوبين بالاحمر في التكست. Alors, Andnaloula, réchauffement de l'atmosphère dû à l'émission de certains gaz. Yani, huwa, bhalangulu, mathalan, l'jou, kisron, katzad l'harara, di l'jou, bfi'l, inbi'ath, ba'd l'anwa' mina, ba'd l'gazat. Alors, Andnaloula, l'effet de serre. L'effet de serre. لي سير هما بحال دوك البيوت المغطاة اللي كتقام على بعض الضيعات من اجل مثلا الانتاج الفلاحي الجيد ومن اجل انتاج بعض الاحيان خضر ولا فواكه حتى خارج الموسم ديالها. هذاك لي في سير هو دوك لي سير كيكون الهدف ديالهم هو انهم تحافظ على واحد درجه حراره معينه اللي كتمكن ديك الخضره او ذاك الفاكهه من انها تنتج ودير الازهار ديالها بلا ما تتاثر بالبرد. C'est bien. Alors, l'effet de serre ou le réchauffement, il y a les sonniers de l'atmosphère ou le jeu. Alors, on a un bâtiment énorme, il y a une binaya gigantesque, imlaqa, kbira bzaf. Il y a l'édifice qui est positionné dans le mauvais sens par rapport au sens correct. Si hajel li hiya moudoua. في غير محلها، يعني بحال موضوعة بواحد الشكل مخالف للوضع اللي خصها تكون عليه. الوغ شي حاجة اللي كتكون الونفير مقلوبة زعما. اي بوي نشوفو هاد لي كيستيون ديال جو ديكوفر اي جونتيسيب. شنو معناتها جو ديكوفر؟ هي كنكتشف. وشنو معناتها جونتيسيب؟ جونتيسيب هي كنحاول انا نستبق واحد الحاجة بالفكر ديالي ونعطي عليها واحد الفكره حتى قبل مثلا ما نقراها. مثلا بويسك عندنا حنا هذا التكست اللي نحاولوا نعرفوا علاش يمكن يتكلم هذا التكست بلا ما نقراوه. الوغ باش يمكن نعرفوا هو اننا كنقراو العنوان، الكاتب، بعض الكلمات بحال هادو اللي شفنا دابا لي ديفيس وبحال لي في دو سير وبحال كذا. بون يمكن حتى نشوفوا شي صوره اخرى الا كانت معاه. سي بيان. الوغ عندنا هنا جولي لو تيتر. Comment peux-tu l'expliquer? Maintenant, le titre est La marche des casques verts. Maintenant, les casques verts. Très bien. Alors, maintenant, les casques, les casques bleus. Les casques bleus, il y a un pouvoir qui est le pouvoir de l'Umam al-Muttahida, qui est le pouvoir de l'Umam al-Muttahida, qui est le pouvoir de l'Umam. C'est bien. Alors, les casques verts, c'est un pouvoir. كيتشبهوا بهم. اذا هما واحد يمكن يكون واحد الجروب ديال شي ناس ولا واحد الجمعيه اللي الهدف ديالها الحمايه ديال شي حاجه عندها علاقه باللون الاخضر فيغ. كنقولوا مثلا عندنا بزاف، مثلا كنقولوا دابا مثلا الاقتصاد الاخضر، ليكونومي فيغ، يعني شي اقتصاد اللي كيستحضر الحمايه على البيئه. وكنقولوا مثلا باغ اكزومبل الحزب الاخضر كاع شي مرات لا بارتي فيغت. حزب اخضر هو اللي واحد الحزب في السياسه ديالو كيستحضر البعد الايكولوجي.
سي بيان. الوغ لي كاسك فيغ حتى هي مشات في هذا الاتجاه ديال الدلاله ديال اللون فيغ. اذا هما لي كاسك فيغ كما قلنا واحد الجروب واحد لاسوسياسيون اللي الهدف ديالهم هو يديروا واحد الانشطه ولا واحد الاعمال في الصالح ديال البيئه، الصالح ديال حمايه البيئه. الوغ بور كاسك فيغ يمكن نقولوا هنايا سي لو سامبول دان جروب كي سونجاج بور لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. لي كاسك فيغ يعني هاد الكاسكيطات الخضراء هي الرمز ديال واحد الجماعه، هاد الجماعه اللي تقدر تكون جمعيه ان اسوسياسيون اللي ملتزمه وكتخدم من اجل حمايه البيئه. كي سونجاج يعني ملتزمه فوالا. دوزيام كيستيون دابري لو تيتر اي لي زيماج دو كوا بوغي بارلي سو تيكست. من لو تيتر اللي شرحناه شويه هنا ومن لي زيماج علاش يمكن يتحدث هذا التكست. بون دون لي زيماج عندنا هنايا ان جروب دونفون كي مات دي كاسكيت فيغ، وعندنا هنايا واحد الصوره كتمثل لي فيد سير، كتعطينا واحد التمثيل ديال لي فيد سير. مثلا الحراره ديال الشمس كتدخل ولكن ما كتخرجش وكتبقى هنايا كتزيد كترفع من الحراره ديال الجو. عندنا هنا واحد النحله، وعندنا هنا واحد النار اللي على الشكل ديال القلب هنايا، واحد النهر هذه راه صوره جويه من فوق هنا الحقول بيان فوالا. وهنايا واحد النهر واحد الجسر صغير كيبان هنايا فوالا. الوغ علاش يمكن يهضر هذا التكست هذا؟ خلينا نزيد واحد الحاجه اخرى من غير هاد لو تيتغ و لي زيماج، غنشوفوا هاد لي ستروف ديال لو بويم كلهم كيبداو بواحد الكلمه تقريبا. عندنا هنا نو 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 سي بيان. الوغ من حقنا نشوفوا حتى شي حاجه بحال هكا داخل تكست باش نعرفوا دو كوا يل بوغي بارلي. تري بيان. الوغ هاد لي كاسك فيغ قلنا هما شي ناس كي سونجاج بوغ لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، شي ناس اللي ملتزمين باش يخدموا ويتحركوا من اجل حمايه البيئه. وهنا في هاد التكست كلشي كيقولوا نو نو بحال كيقول لك احنا احنا فوالا فوالا. الوغ حنا سيتادير هو كيبغي يعرفنا بالهويه ديالو، شكون هو حنا، اذا الهويه ديالهم كيفاش كيفكروا كيفاش كيشوفوا الامور فوالا. Nous avons dit le texte pourrait nous parler des casques verts, qui sont-ils et quelle est leur vision de vie. Texte a يمكن تحدثنا على لي كاسك فيغ شكون هما وعلى النظره ديالهم للحياه. Alors pour les questions, je comprends. Dans la première question, je coche la bonne réponse. Les casques verts sont des personnes qui... Alors, les casques verts sont des personnes. Les casques verts sont des personnes qui... Quoi? Est-ce qu'il dit? Explore des grottes. Les qui ktachfou le magharat. Pollue la planète, li kayloutou had lkawkab, protège l'environnement, li kayhmiou lbi'a. Alors voilà. La troisième réponse, protège l'environnement. Qui est l'auteur de ce poème et pour quelle occasion a-t-il écrit ce poème? L'auteur, daiman kanqalbou alayh fla référence li katkoun andna fi lkhir dial text. C'est bien. الوغ هنايا كاين ال من سليمان. الوغ سي لو بوات دو سو تيكست. وعلاش كتب هذا التيكست هذا المناسبة؟ شنو اللي خلاه يكتب هذا التيكست هذا؟ هو كنلقاو الجواب هنا. سو تيكست ا ايتي ايكري ا لوكازيون دو لا كوب 22 مراكش، كتبوا بالمناسبة ديال القمة العالمية للمناخ اللي كانت في مراكش الدورة 22. الوغ لوتور سي ال بن سليمان. Il a écrit ce poème à l'occasion de la COP 22 à Marrakech. Troisième question, je complète le tableau par les mots ou les expressions du poème qui correspondent aux photos. غادي نحاولوا نعمروا هذا الطابلو هذا باستعمال بعض الكلمات ولا عبارات اللي غادي نجيبوهم من التكست واللي يكونوا متناسبين مع المحتوى ديال هاد الصور الربعه اللي عندنا هنايا. هاد الصور هما ا بي سي دي ورا الصور علاش كنهضروا هما هادو سي بيان. هاد الصور اللي عندنا هنا تري بيان. الوغ عندنا هاد الصوره الاولى راه باينه هي لي كاسك فيغ، هاد الاولى هادي
فوالا تري بيان. الوغ عندنا هنايا هذا الرسم هذا هو التمثيل، قلنا راه هو التمثيل ديال لي فيت سير. هادي هنايا كنشوفوا لامبورطونس دو لاباي اي دو فير، الاهميه ديال النحله والدوده. في الاخر عندنا هذا القلب اللي قلنا، او هذا النهر اللي قلنا، هو على شكل قلب. هنايا ارسم واحد الشكل ديال القلب. الوغ اللي كتعبر عليها هي فيف لا باتري فيف لا تير، عاشت عاش الوطن، عاشت الارض. ملي كنقولوا فيف شي حاجه يعني رحنا حنا كنبغيوها. سي بيان. فوالا قلنا لا فوتو ا هي كتمثل لي كاسك فيغ. لي كاسك فيغ راه كتردد في البدايه ديال كل استخوف تقريبا من هاد لي استخوف. الصوره بي لوتون كونتر لي فيت سير، يعني لي نقاوم او لي نعمل من اجل او ضد هاد لي فيت سير، الاحتباس الحراري. لامبورطونس دو لاباي اي دو فيغ، عندنا كونيسون لامبورطونس دو لاباي اي دو فيغ. حنا يعني هاد الناس لي كاسك فيغ اللي كيقاوموا من اجل حمايه البيئه كيعرفوا القيمه ديال اي حاجه في هذا الكون، في هذا النظام البيئي، واخا تكون حشره صغيره بحال النحله او لا دوده، راه حتى هي مهمه جدا للتوازن البيئي. عندنا فيف لا باتري فيف لا تير، هاد فيف لا باتري، لا باتري هو الوطن، ولكن هما بالنسبه ليهم فيف لا باتري منين تبعوها بهذه الكلمه اللي هي فيف لا تير، بحال بغى يقول لك راه الوطن ديالنا حنا كلنا، راه هو الارض، الكره الارضيه كامله، ماشي غير الدوله ديالك. ولهذا خصنا كلنا نتعاونوا باش نحميو الارض كامله، ماشي نحميو غير الوطن غير الدوله. كاتريام كيستيون عندنا جو ريبون بار فري ونكتبوا فيها في هنايا في هذه الخانات، و فو ونكتبوا فيها اف. سي لو فو سي سي فو كوريج، الا كان هذاك الشيء خطا نحاولوا نصحوه. الوغ عندنا لي كاسك فيغ نو فول با ان موند ا لونفير، ما بغاوش واحد العالم يكون مقلوب ماشي بالمقلوب. صحيح وي فري. لوتون كونتر لي فيت سير لوت اي لوت، وكيقاوموا من ضد هذا الاحتباس الحراري. وي سي فري. شونت اونسومبل لي من دو لا ناسيون، هما كيغنيو النشيد الوطني، لي من دو لا ناسيون هو النشيد الوطني. واش هما كيغنيو غير النشيد الوطني؟ نو، شوف معايا في هنا، نو 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 نو، عندنا مي شونتون، كيقول لك شاكان شونت لي من دو سا باتري، كل واحد كيغني على الاغنيه ديال النشيد الوطني ديالو. مي نو حنا شونتون اونسومبل، نغنيو كاملين، ها اجيو نغنيو كاملين لي من دو لا تير، النشيد الوطني ديال الارض كلها، نبغيوها كاملين. Alors, pour chanter ensemble l'hymne de la nation, on va écrire F, c'est-à-dire faux. On s'achoua. C'est pour ça. Participe afin que règne la paix. On va qui chidmo, ou qui charco, ou qui ajl bashi, am salam. Qu'on salam al jamir. Oui. Pourquoi pas? Je vais dire paisible et vert. بيزيبل يعني هي شي حاجه كالم، شي حاجه دوس، شي حاجه ترونكيل. فيغ راه هذا الفيغ اللون الاخضر راه من الالوان اللي كترمز للسلام ايضا. نو، وكاين شي سلام من اننا نعيشو اكثر من اننا نعيشو في واحد الكره ارضيه ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش الجفاف، ما فيهاش فيضانات، ما فيهاش حرائق، ما فيهاش تلوث، تلوث ديال الماء، تلوث ديال الهواء، تلوث ديال الارض، اشعاعات نوويه، احتباس حراري. بون هادشي كامل الا تحيد كاين شي سلام اكثر من هذا، احسن من هذا كاع. او نو اون فو ميتر فري. الوغ عندنا لا ديرنيير ريبريك جو دي بيان لو بويم، يعني جو دي بيان هي نقرا مزيان، نقرا مزيان لو بويم. عندنا لو ستروف، لو ستروف هنا السطر الاول وهنا السطر الثاني. نو لي كاسك فيغ سوم اتونتيف على ليكلير اي او تونير، طونيغ هو الرعد وليكليغ هو البرق. بون عندنا هاد هنا فيغ فيغ، هذا في السطر الاول هو السطر الاول، السطر الشعري كنسميوه ان فيغ. وعندنا هذا السطر الاول، هذا السطر الثاني، لو بخومي فيغ لو دوزيام فيغ. عندنا الكلمه الاخرى il rime avec la dernière، la dernière mot، le dernier mot في لو بخومي فيغ rime avec le dernier mot du deuxième vers. الكلمه الاخرى من كل سطر من هذا الاسطر كتناغم،
كتتوائم من ناحية ديال النغمة، عندهم نفس القافية. مع هذا عندنا فيغ اون فيغ، فيغ بيغ تيغ، فيغ سيغ، فيغ طونير، فيغ 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 تيغ 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 فيغ. alors on dit qu'il rime، يعني كيتلائموا او كيتماشاو بجوج في نفس النغم في نفس الايقاع، عندهم نفس القافيه. C'est bien. Alors, cette séance touche à sa fin. نهاية ديال هاد الحصة. كنتمنى لكم الاستفادة. صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. لايك، بارتاجي، ابوني، فعلوا الجرس. إذا كان عندكم شي سؤال، شي حاجة ما فهمتوهاش مزيان، شي حاجة جاية، شي درس بغيوني نطرق ليه، كتبوه في لي كومونتير. Au revoir.